شوفي بقى المفاجأة. مفاجأة ايه؟ ده مين اللي جاي لنا ده؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ ازيك يا حماية؟ خير حماية، في حاجة ولا ايه؟ ايه ده يا حماية ده؟ انتوا عندكم افتدى ايه؟ نخرب بيتك يا شادي، هي دي المفاجأة. عندكم افتدى ايه؟ اللي انت عايزه يا حماية، انت تقم. ايه ده يا حماية، انتوا طالع بالجزمة ولا؟ انت تعالى فاضل البتاع دي خلصي. ايه القرف بتاعك ده؟ عندكم فطار ايه؟ انت عايز تفطر ايه؟ بصي انا بنحب كيلو كفته تحطوا قدامي. هو طب انت انا عينيا ليك، هو في حاجه بس؟ ما انا اتفقت مع شادي هنيجي نقعد عندكم هنا اسبوعين. اسبوعين؟ اه. وشادي وافق؟ يوافق، ابني الوحيد. ابنك الوحيد؟ اه. اسبوعين؟ اسبوعين بالمنظر ده. لا خليها عشان ريحه بس. ما تخلصي، قومي شوفي حبيبنا حاني تحببه وانت نتنف. وعني منقول ايه؟ الحمد لله على السلامة يا شادي. ايه الحبيب؟ شميت؟ في حمام الكلام ده؟ لا انا هقول لك. معلش يا صاحبي واخد الكشتي. ده لسه يابا فيك نفس الخصله. ما انا هقول لك يابا ايه وخصله ايه. الحاج كان قاعد بالكوتشي بالاسمه ايه؟ كشتي. الكشتي بتاعه فوق الكنبه. ابويا ولحم يكتفي من خير ويعمل اللي هو عايزه. انت عندك اعتراض في حاجه ولا ايه؟ ايه اللي بيشكني هنا؟ اتحسدت يابا. بجربان. انت عندكم في هرش في البيت. اه ما بتنضفش راندا يابا. ده مين اللي كبر رغيته؟ اعوذ بالله منك، بري منك وليا نكديه. ليه بس كده يا حاج؟ يلا روح خلي اعمل لنا لقمه ندفعوها. خديني معاكي بالله. انا هعمل ايه؟ انا يلا بينا. يلا بينا. اسبوعين؟ حبيبي يا حاج، حبيبي. الله انت بتنفذ الكوتشي كده يا بنت؟ يا حاج والله ما تقصد يا رندا. حرام عليك يا رندا، احنا منصبين الراجل. انت شكلك مش مسيطر يا عم شادي. صحيح بالله عليك، ابوس على الله. روح يا عم شوفه. حاضر يا حاج. الله يخرب بيتكم انتوا على بيت اليوم اللي جبت اللي جيت فيه عندكم. ايه اللي انت جايبه لي ده؟ رندا انا ما اسمحكيش اتكلم على ابويا كده. تسمح لي ايه وما اسمحلكش ايه؟ انت هتسيبه ازاي وتمشي وتسيبه معايا في الشقه؟ هو تقبل ده ابويا ما يجوزلكيش. انت يا بنت ايه اللي هو ايه اللي ما يجوزليش؟ انا بحب اقعد براحتي، بحب اقعد براحتي. انا مشكلتي ان انا طالع لمامي مش شبه بابي خالص. فشوفي انت هتعملي معايا ايه؟ انا اعيش ازاي معاه؟ ركز. ابوك جوزي. ابوك جوزي. براحتي ازاي يعني؟ انا بحب اقعد براحتي، ده بيتي. دون وري، انا اخليه ما يطلعش من الاوضه. يعني ايه ما يطلعش من الاوضه؟ يعني يصلي ويدخل الاوضه تاني، اكيد مفيش حاجه. اوكي بليز بقى شوفي عايز ايه. ممكن انت يا بنت يا رندا، يا رندا اعوذ بالله. انا عايز الشحن بتاع التليفون ده. هو انت بتسيب التليفون اصلا من ايدك؟ شادي التليفون ايبون. ايه؟ ايبون. اه هو وصلك ايبون؟ اه. ده اللي هو بعد الايفون. شادي جايبهولي. بقول لك يا حاج، هات الشاحن وخلصي وشوفي لي الكبانيه. ماله الكبانيه؟ بقول لك يا حاج، ما تمسك لك مصحف كده وتقرا فيه. ما بنعرفش نقرا. استهجى. ثواب. انا بنتفرج على صور. صور؟ هي دي كل حاجتي في الحقيقه؟ هتتفرجي على صور؟ انا هنقول لك ايه بقى ما تخلصي؟ اعوذ بالله. انت عايز ايه دلوقتي؟ الشاحن بتاع الايبون. اه شاحن الايبون، حاضر. وايه تاني؟ وشوف لنا بقى هتعشينا ولا هتفطرينا في يومك المنيل ده. ماشي ماشي يا حاج. انت بتنفذ الكشتي.
ما يصحش النهار طيخة التليفون هيخلص شهر. انت يا بنت لما نقول شوفها ده بتعمل ايه ده البيت دي اعوذ بالله ده لو عندنا في العزبة كان حل لهم علقوها في الحنفية بس الكوتش ايه انت يا بنت لندا الباب ما فتحتش ليه يا بنتي في ايه انت بتفتح كده ليه انت بتفتح كده ليه انت ما بتردش عليا ليه وانت مالك ارد ولا ما ردش في حد يخبط كده على واحده قاعده في اوضه نومها وقاعده براحتها ده بيت ابني بيت ابنك ايه هو ايه اللي بيت ابنك بقول لك ايه ما تعليش صوتك عليا بقول لك ايه انت انا وانت مش هينفع نعيش مع بعض اطلع لي كده اطلع لي اطلع لي اطلع لي اطلع بقى كده اطلع حسبي انت مزكلك يا بنت انا ما زقتكش افهم الاول افهم الاول انا ما زقتهوش هو دخل عليا اوضه النوم انت واكل ايه يا بابا واكل ملوحه افهم الاول يا شادي ازاي انكسرت بقى ولا ايه اللي حصل في يومك المنيل ده استنى استهدى بالله يا بابا شادي افهم الاول افهم الحوار الاول هو انا قاعده في اوضه نومي وقاعده براحتي وفكت راحتي وده دخل عليا وعمال يخبط وعايز يرزع البيت اني انت كداب كمان انت راجل كبير وكداب ابويا انا كداب ايوه ابويا انا اتزقك انا مزقتهوش جبني تهزقني في البيت هو اللي كعبل انا مزقتهوش يا شادي انا مزقتهوش يعني ابويا انا اللي يحصل فيه كل ده صح اه انت بقى بنت مين في الدنيا عشان تعملي في ابويا انا كده انا ما عملتش ابوك حاجه وما يغركيش الكاب اللي انا لابسه ده انا اصلا عرباجي اتفضلي يا حبيبتي قولي الحقيقه يلا بنت ما تتكلمهاش كروشها يا ده بره ما حصلش حاجه انا مش هسيب البيت اقلع اللي في رجلي واشممك ريحه رجلي انا كمان يا ده بره انا شايف انت متجوزها ازاي دي والله عظيم ثلاثه ده اسعد يوم في حياتي ان انا شفت كده عشان اكروشها ده انا ما صدقت انا عايز اخلص منها